الآن أكد وزير القطاع عبد الملك بوضياف على نجاح مسابقات الترقية لمهنيي الصحة العمومية. صبرين أبو عبلة. بعد مرور أسبوع من انطلاق مسابقات الترقية لمهنيي الصحة العمومية وبعد صخب المقاطعة الذي دوى عالياً، تشهد اليوم المسابقات استجابة لأكثر من 90% من المسجلين حسب ما أكده المسؤول الأول عن القطاع، نافياً تسجيل أي مقاطعة وموضحاً أن الغيابات القليلة المسجلة سيتم تداركها خلال الأيام القادمة. أكد بأنه ما عندناش مقاطعة إلى حد الآن، ما عندناش مقاطعة للامتحانات. بالعكس، أنا مانيش فاهم واحد يقاطع امتحان، هذا خير ليه؟ يعني قلت لكم المسار المهني نتاعو ما يعادل 25 سنة. أقول ما عندناش غيابات لأنه كاين حالة أو حالتين اللي قدموا أعذار وقبلناها وراح تكون عندهم وتجرى لهم امتحانات في يمكن اليومين أو كذا، اللي راح تكون في ماهيش استدراكية ولكن هذا حقهم. عندنا كافة البيولوجيين راهم حاضرين اليوم. كافة لي ميدسان انسبكتور والفارماس والدونتيست انسبكتور حاضرين اليوم تاني، وعندنا في المؤسسة تاع التكوين تاع السي اش مصطفى باشا فيه النفساديين اللي هما تاع الأرطفوني والعياديين، هذوك تاني حاضرين كلية. أسئلة الامتحان كانت في المتناول حسب ما أكده الأطباء العامون من الدرجة الأولى الذين اجتازوا الامتحان اليوم رفقة البيولوجيين الأخصائيين النفسانيين والمفتشين. C'est très abordable. C'est ce qu'on a fait déjà, ce qu'on a pratiqué pendant de longues années. C'est on peut répondre sans avoir révisé même. Apparemment, il est abordable. C'est des cours de pratique courante. الترقية من شأنها أن تمس كل مهنيي الصحة العمومية الذين اجتازوا المسابقة، وستتم مباشرة بعد الإعلان عن النتائج في شهر أكتوبر المقبل.